Harbour Hope, Lena from the Religion Panel Investigate. We will go through this topic through four main themes about the real world of pathogenesis of Harbour Hope VTE, clinical workup, investigation, and prediction of recurrence after the first Harbour Hope VTE. الكلاسيك تيتشنج كان من زمان واحنا بنتكلم عن الفينا ثرومبوزس انه انهيرتد واكوايرد. الحقيقه الريال وورد كومبليتلي مختلفه. هنشوف الكلام ده من خلال الكلام اللي هيتقال. ده الكلاسيك تيتشنج انه الميكانيزم اوف انهيرتد في تي اي كان لوس اوف فانكشن ميكانيزم دو تو ثرومبوفيليا دو تو انتي ثرومبو ديفيشنسي بروتين سي بروتين اس ديفيشنسي لوس اوف ذا ناتشورال anticoagulant proteins أو renal function. The proteins of coagulation بتبقى resistant for breakdown like factor 5 ligand, prothrombin, G20, 21, OA أو dysfibrogenemias. وكان في postulated mechanisms زي مجموعة من factors high factor 9, 10, 11 and hyperhomocysteinemias. وكان مقابل لهذا الكلام في الانهيرتد الاكوايرد وبنقول ان الاكوايرد فاكتورز متقسمين لثلاثه مجموعات كبيره. اول حاجه بيرمننت اكوايرد ريسك فاكتورز فور في تي اي اللي هم الانكريز ايج وسترونج بوزيتيف فاميلي هيستوري اوبيستي الكانسرز الميجور ايلنسز الكونجستيف هارت فيلير سام اوف ذا كونكتيف تيشو ديزيز لايك لوبوس اند انتيفوسفوليبيد انتي بوديز. This is a permanent risk factors. Transient risk factors كانت confinement to bed, hip fractures, hip surgeries, central venous catheters, infections. كل دي كانت من ضمن transient factors أو حد قعد في طيارة أو في مكان لمدة أكثر من 6 ساعات أو standing لأكثر من 6 ساعات. والجندر related زي pregnancy والأورال contraceptive pills والهرمونال replacement therapy فترات الكركورية وهكذا. فكان دايما عندنا التفكير inherited وacquired. Causes for venous thrombolysis. في الحقيقة في الريال وورد ده ما كانش حقيقي واتفاجئنا بانه ال 60% من الناس اللي عندهم first unprovoked VTE بنقدر نكتشف فيهم hypercoagulable state أو one of the factors of hypercoagulation. ده معناه إيه؟ ده معناه إن 40% مش قادرين نوصل لسبب واضح انه في hypercoagulation responsible for the first unprovoked VTE. و 60% دول نصهم بنلاقي معاهم one of the precipitating او acquired risk factors زي ما اتفقنا جراحات ولاده oral contraceptive pills وهكذا. ده معناه انه في mix في real life ما بين الانهيرتد وما بين الacquired risk factors for venous thrombosis. في الحقيقه انا بعرض هذا الجدول اللطيف مش عشان اقول complexity للارقام لكن عشان نعرف حاجه مهمه قوي بتوري الريال لايف قد ايه في الكومبلكس سيتويشن اللي احنا موجودين فيه. فانا ما عنديش بوينتر لكن لو قلنا ان النورمال ريسك واحد وهو الاولاني لو رجعنا للرقم الرابع اللي هو الاورال كونتراسيبتيف بيلز بتزود الانسيدنس اوف فينا ثرومبوليزم اربع اضعاف الطبيعي لو نزلنا تحت. بعديها الفاكتور 5 لايدن هيديوزايدوسايد بيعلي الانسيدنس سبع اضعاف. لكن لو حصل ميكس ما بين الاثنين مع بعض حد بياخد اورال كونتراسيبتيف بيلز وعنده فاكتور 5 هيتروجينس فاكتور 5 لايدن بتزداد الانسيدنس لاربعه ولا سبعه ولا ما حصل ضرب الاثنين مع بعض بتزيد الانسيدنس او ثرومبوليزيشن باي 35%. وفي الحقيقه في الريال لايف كمان في مشكله ثانيه ان احنا ممكن نلاقي مور ذان وان اوف ذا انهيرتد ثرومبوفيليز جينز وممكن نلاقي مور اوف ذان acquired risk factors for venous thrombosis وده بيعلي greatly the risk of thrombosis. وده برضو استادي مهمة physician health study والليدن thrombophilia study ورد انه factor 5 ليدن mutation heterozygous كان موجود بنسبة 15% في population of the study. لكن لو في first unprovoked venous thrombosis كان الانسيدنس بتاع الفاكتور 5 لايدن 30% كومبيرد للناس اللي كان عندهم بروفيشن. في الحقيقه عشان نستدي وننفستيجيت الانبروفوكت في تي احنا محتاجين نستدي الناس اللي جالهم ثرومبوس ومحتاجين نستدي الناس الفاميلي للناس اللي جالهم first unprovoked في تي لان هم الفاميلي هيستوري از فيري سترونجلي بريدكتيف
الثرومبوزس في الفاميلي. الكلينيكال ورك اب في الحقيقه مش عايزين نجو ثرو هاف دايجنوز دي بي تي، لكن طبعا يهمنا في سيرتن بوينتس في الكلينيكال اكزامينشن والهيستوري. اول حاجه الهيستوري كومبليت ثرومبوزس هيستوري ده فيري امبورتنت اباوت ذا ايج اوف اونست ذا بيشنت براير ثرومبوزس ده في غايه الاهميه تو جيت ات فروم ذا بيشنت. ومهم جدا تو هاف ا بوزيتيف فاميلي هيستوري، لان البوزيتيف فاميلي هيستوري باي اتسيلف ممكن يبقى مور امبورتنت ذان جوينج ثرو sophisticated gene screening for thrombophilias. That about the examination, لكن هنقول كلمة واحدة في examination إنه مهمة قوي ال limb circumference difference to make a definitive diagnosis of DVT. وده نوع من أنواع ال scoring system اتعمل for clinical evaluation اسمه Wells score. حط different factors مع بعض to evaluate clinically و diagnose clinically DVT. ودي البريدكتورز. طبعا بعد الكلينيكال ايفالويشن احنا عندنا التستنج بتاع الدي بي تي العادي او التستنج اوف دي بي تي في تي اي اللي هو بالمولر انجلوس كاران. عندنا الدي دايمر ايفالويشن بالليميتيشنز اللي معروفه عنه. عندنا الكومبريشن التراساوند و ده فيري امبورتنت فيري الستريتد ازاي ما يحصلش كومبريشن في زي النورمال في الثرومبوس كونتيننج فينز. ودي الدياجنوس وده جولد ستاندرد تقريبا او واحد الموست امبورتنت اللي هو السي تي فور دياجنوس بالمولر انجلوزم. وخلي بالكم بينج بالمولر انجلوزم ذا فيرست برزنتيشن فور ذا بيشنت ويز دي بي تي بيعلي الريسك بتاعه مور اند مور فولز ويخلي الاسنس تو جيت ريكرنس افتر ذا فيرست امبروفوكت دي بي تي بيبقى الريكرنس عالي. انفستيجيشن الانيشال ثرومبوس اوكيرنج ان prior to age of 50 without immediate identification of risk factor then we will say unprovoked venous thrombosis. حد صغير ما عندوش اي risk factor واضح clinically ده بنسميه unprovoked DVT. في الحقيقه الناس اللي شو بينفستيجيت اللي عندهم برضه family history اللي عندهم recurrence اللي عندهم vascular او venous thrombosis في abnormal site زي upper limb زي portal circulation, back circulation, mesenteric circulation. وفي حاجه برضه مهمه وسبيسيفيك للجين بتاعها الهيستوري اوف وارفارين انديوسد.